إذن مشاهدينا، نحن ننقل أخبارا عاجلة تفيد بدوي أصوات انفجارات قوية في دمشق، ننقلها عن إعلام سوري، ويعني لذلك سوف نذهب إلى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ليطلعنا على أي تفاصيل إضافية حول هذه الانفجارات. أستاذ رامي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث، ما هي التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟ نعم مساء الخير. طبعا الانفجارات هي في يعني في محيط العاصمة دمشق، أو نستطيع القول بأنها ضمن إطار العاصمة دمشق. حتى اللحظة لا يعلم إذا ما كان قصف إسرائيلي، وإذا ما كان قصف إسرائيلي لم يكن هناك أي تصدي للدفاعات الجوية، لذلك المؤكد هناك انفجارين على الأقل وقعا في محيط العاصمة دمشق قرب معظمية الشام، في هذه المنطقة التي تعتبر يعني فيها قواعد عسكرية وأيضا مخازن وإلى آخره من هذه التشكيلات العسكرية، لكن حتى اللحظة لا يعلم إذا ما كانت الانفجارات. بس أتأكد منك، من المنطقة تتحدث عن المعظمية، معظمية الشام؟ قرب المعظمية، هي في يعني في إطار داخل العاصمة، تعتبر في إطار داخل العاصمة دمشق وليس في ريفها بحسب مواقع الانفجارات التي وقعت ضمن قطاعات عسكرية من المفترض بأنها التابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام. إلى الآن لا يعلم إذا ما كان قصف إسرائيلي أو عملية من على الأرض جرى تفجير فيها مستودعات أو استهداف شخصيات داخل العاصمة دمشق. حتى اللحظة هذه المواقع تحديدا أستاذ رامي فيها وجود لميليشيات إيرانية أو حتى لحزب الله، يعني أو هي مواقع للفرقة الرابعة فقط؟ لا لا، دعينا نتحدث بواقعية. ناصر يعني حزب الله اللبناني تحديدا هو مسؤول عن تلك القطاعات الموجود فيها. إذا ما كانت الانفجارات تخص حزب الله اللبناني أو الجهاد الإسلامي بشكل قطعي، هو موجود في تلك المنطقة منذ يعني منذ نحو 8 أعوام، حزب الله موجود في تلك المنطقة، ولكن إلى الآن المؤكد انفجارين وقعا في تلك المنطقة دون أن تطلق أي صواريخ للدفاع الجوي. لذلك نقول بأنه قد إذا ما كان قصف إسرائيلي فأن الدفاعات الجوية لم تنطلق، وإذا كانت عملية عسكرية فتكون عملية أمنية فتكون على الأرض مثل الانفجارات. نتحدث لحظة أستاذ رامي، عم نتحدث عن انفجارين إلى الآن، ولكن مش مؤكد أصلا إذا كان استهدافين بالطائرات الحربية، صح؟ لا، لأن لم يكن هناك أي تصدي للدفاعات الجوية، لم تطلق أي صاروخ للدفاع الجوي لتصدي للصواريخ. في العادة عندما يكون هناك قصف إسرائيلي تنطلق صواريخ الدفاع الجوي. حتى اللحظة المؤكد هناك انفجارين في منطقة العاصمة دمشق. بكل مرة كان في استهداف إسرائيلي كانت تتصدى صواريخ الدفاع الجوي، لأنه بكثير من المرات لم يكن هناك تصدي، باستثناء الانفجارات التي وقعت بشكل أمني على الأرض عندما فجرت مستودعات لحزب الله في شمال العاصمة وغرب العاصمة، جرى تفجير مستودعات من قبل عملاء إسرائيل، مستودعات لحزب الله داخل قطاعات عسكرية. ما دون ذلك في غالبية الأحيان كانت تنطلق صواريخ الدفاع الجوي، باستثناء ما حصل أيضا في حمص عندما قتل 7 عناصر من حزب الله جرى استهدافهم من قبل الإسرائيليين قبل أيام أو قبل نحو أسبوعين. ما دون ذلك غالبية الاستهدافات الإسرائيلية كانت صواريخ الدفاع الجوي تنطلق. بانتظار تفاصيل إضافية، نشكرك جزيل الشكر ضيفنا من مدينة كوفنتري البريطانية، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.